أيضا هناك سؤال يا شيخ، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. السؤال: هناك من يرى رجلا ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مخالفا لما ثبت فيه، وقد يكون يعني متلبسا بكبيرة من الذنوب، وقد يكون متلبسا بكبيرة، ويقول أنا رسول الله، كيف يعني الجمع بين الحديث وبين هذه الرؤية؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به. وبناء على ذلك، إذا رأى الإنسان شخصا في منامه وانقدح في ذهنه أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمع من يقول إن هذا رسول الله، فإنه يجب أن يطبق ما رآه على ما علمه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية، فإن طابق فهو هو، وإن خالف فليس إياه. فمثلا هو إذا رأى شخصا ولم تتبين له صورته فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تبينت وجب أن يطبقها على ما يعلم من صفته، فإن طابق الصفة فهو رسول الله، وإن لم يطابق فليس رسول الله.